أصبح بالقمة. نعم. والحمد لله. دائما يمكن الأعضاء ما بيناتهم إذا أثيرت قضية ما مثلا بحكم أنه هو يشجع هذا النادي أو يشجع هذا الفريق دائما مصير مشادات ويصير كلام داخل المنتدى، كيف يتم التعامل معها؟ نعم، إحنا عندنا لجنة التأخي والشورى، في حال أنه تصير خلافات بسيطة ممكن داخل الأسرة الواحدة تحدث مشادات كلامية أو تحدث، وخاصة بين مشجعي الفرق الجماهيرية. فإحنا كأعضاء قدامى في المنتدى وأعضاء مشرفين ومسؤولين على لجنة التأخي والشورى نستضيف عدد من هؤلاء، وممكن أن نحل المسألة وديا بحيث ما يخرج أحد من عندنا إلا وهو راضي عن عمله. حبيت أن أضيف نقطة أخرى فاتتنا أن نذكرها، أنه في رحم منتدى كرة عراقية ولدت ثلاثة مواقع مكائية، ولد موقع أرشيف الكرة العراقية لدكتور حمزة نوجه له التحية اللي هو كان مسؤول عنه وعدد من الأخوة. هذا منتدى أرشيف الكرة العراقية تحدث عن جميع المباريات الأندية والمنتخبات العراقية. عندنا الموقع الثاني هو موقع الأرشيف الكرة العراقية المصور اللي مسؤول عنه الأخ كمال الصراف الصفار اللي هو مشرف منتدى كرة عراقية مقيم في أمريكا. كل أحداث المصورة للكرة العراقية مختلف الأزمنة في العقود السابقة ولغاية هذا اليوم مثبتة وموجودة في هذا الموقع. الموقع الأخير اللي هو موقع جولز أو موقع المسجل الفيديو الأهداف العراقية، هذا يبث مباريات مثلا تعرف أكو عراقيين عايشين في دول بعيدة ما يوصلهم بث الفضائية العراقية. فهو يأخذ على عاتقه، ورجل مقيم باستراليا السيد هاشم نوجه له التحية، يأخذ على عاتقه أنه تسجيل هذه المباراة ويبث عبر الانترنت لكل لكل المتلقين. نعم. أبو جعفر، يعني يمكن كيف تعاملكم مع مباريات المنتخب العراقي؟ يعني دائما ما نشوف انه ردود فعل سلبيه داخل المنتدى في حاله الخساره. نعم. في حاله الخساره تعرف يعني دائما الجمهور العراقي، واحنا العراقيين عاطفيين يعني، ونحب نشوف بلدنا دائما ومنتخبنا دائما يعني يحقق انتصارات وفوز وهذا، ونتالم لما نشوفه يخسر ويخسر مع فرق احنا كانت تحسب لنا 100,000 حساب. فمن هذا الباب يبدا شغله العاطفه تشتغل عند المشجع العراقي وهذا. لكن بمرور يعني يمكن فتره من الزمن وهذا شوفه راح تنزل مواضيع، يعني راح تنزل مواضيع تحليل، تحلل اللعبه، تحلل وهذا، فيتجاوزون الحاله العصبيه وهذا. يعني قلت لك باثناء الخساره ورا المباراه فتره تنزل هاي المال، يعني ما يمكن انه اكو اعضاء يعني يكونوا متناقضين. يعني انا دائما من رواد المنتدى نزل فلان منتخب منتخب خسر المنتخب ما اعرف شو المنتخب غلب رجع المنتخب هذا الشيء للفوز للفوز اب واحد بس بالخساره كل الخساره اب واحد راح يصير. ما تقدرون يعني مثلا المشرف يحد من هذا الشيء انه احنا خلينا دائما ايجابيين يعني بعيدا عن السلبيه، او من تنتقد نقد بناء يكون. احنا مو اقول لك احنا طبعا هو المنتدى هسه حاليا ب من 14 ل 15,000 عضو، وهذا ترى عدد كبير. أكيد. كبير جدا جدا كبير. فمن يعني مثل المشرف يقدر يسيطر عليه هيك يعني امور صعبه، لكن اكو مقترحات ان شاء الله مستقبليه هي احنا طبعا اليوم ابو علي والاشراف احنا تناقشنا بها، يعني ان شاء الله ان شاء الله نحاول نجمع اعضائنا بالمنتدى ونمشي على الطريق بحيث احنا نمثل منتدى كرة. يعني الكلام اللي يصدر من عندنا هو ما يصدر من عضو، لا يصدر من المنتدى بسرعه للمتابع، يصدر باسم المنتدى. فاحنا نريد نوصل هاي الفكره ان شاء الله للاعضاء، وان شاء الله نتجاوز. تعرف انت كل عمل به سلبيات وايجابيات، وبعدين احنا بعالم خيالي يعني مو عالم افتراضي. يعني مو يمك وتقول لا هذا فشي غلط، لا هو عالم افتراضي وكل انسان له حريه هذا. لكن تبقى اكو بعد فد مقترحات واكو قوانين. نعم، هذا السؤال يمكن اريد اطرحه. اكو خطط مستقبليه ان شاء الله. هو المنتدى تحكم بروتوكولات او انظمه وقوانين للعمل بها، يكون الملزمين بالاشراف ملزم بالعمل بها، والاضافه الى الكوادر المسؤوله على اللجان العامله هي مسؤوله تحكم هذه البروتوكولات او القوانين والانظمه اللي تعمل بها. كان نقاشنا مثل ما انت تفضلت انه اكو ردود او مواضيع لا يمكن ان تظهر، فاكو اليه جديده ان شاء الله ما بعد نهايه هذا الاسبوع نهايه احتفالاتنا بالذكرى السنويه السابعه راح تنزل هذه بالتعاون مع الاخوه الاشراف، راح ننزل هذه المواضيع ونحاول انه نجعل المتلقي عند قراءته للموضوع انه هذا الموضوع راح يكون واثق من صحه الموضوع ومصداقيته وحداثه الموضوع. حلو. نعم ان شاء الله. ابو جعفر شو بتصير مشرف؟
والله كيف ابو سلام فقد يا ابو سلام الدراج ابو سلام الى معايير خاصه يعني اكو ما لا هي حسب حسب الكفاءه يعني حسب الكفاءه طبعا هو عندك انت بالمنتدى تبدي عضو جديد بالضبط بعده عضو نشط عضو جديد عضو نشط عضو يعني تبقى عضو اساسي تصير بعدين تجي درجه الاشراف وبعدين تجي درجة المراقب المراقب هو مراقب على الإشراف فبالنسبة للإشراف حسب الكفاءة يعني اللي أعرفه أنه لا. حسب الكفاءة الشخص داخل المنتدى وعمله يتم اختياره كمشرف. طيب أبرز الأعضاء الموجودين النشطين دائما نشوفهم بمنتدى كرة هو مو اسم واحد يعني تعرف قلت لك من 14,000 ما تقدر تقول فلان نشط أو فلان ولكن دائما أكو نعم المشرفين تواجدهم يومي متابعتهم يعني تعرف أنه مشرف يبقى 8 ساعات إلى 9 ساعات يوميا وهذا كله بدون مقابل مادي ويتعب من أجل أنه يقدم شيء للكرة العراقية هذا العمل مو سهل عمل صعب في حين أنه الأعضاء ما يقدرون عمل الإشراف ما يقدرون هذا العمل والجهد الكبير اللي يقدم المشرف أو اللي يقدم المسؤول منتدى الأعضاء اللي متواجدين بشكل يومي عددهم 400-500 عضو يتواجدون بشكل يومي عندنا كتاب بارزين بالمناسبة منتدى كرة عراقية فاتني أن أذكر نقطة مهمة من خلال منتدى كرة عراقية برزوا عدد كبير من الإعلاميين والآن تبوأوا مناصب إعلامية في أنديتهم كما حصل في نادي الطلبة إعلامي نادي الطلبة حاليا هم منتدى كرة عراقية إعلامي نادي بغداد كذلك إعلامي نادي الزوراء إعلاميين في عدد من الفضائيات العراقية الفرصة اللي وصلتهم وبروزهم وتلقيهم للتدريب كلها من خلال منتدى كرة عراقية وصلوا وإحنا نتمنى أنه عندنا 100 مراسل حاليا نتمنى أنه نقدمهم ويجي جيل آخر جديد أن يعمل بمهنية الصحفي وعمل الصحفي والإخلاقية العمل الصحفي وأن يقدم المادة الصحفية الجاهزة من خلال تلقي العلوم من خلال أكاديمية المنتديات كرة حتى نصل إلى الحالة اللي نتمنى أن يظهر عليها المنتدى كلمة يعني أخيرة يعني